السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فصفى. حلقتنا عن النهاردة عن القبض والتفتيش، هناخد منها جزء إن شاء الله بناء على رغبة مشاهدينا وبناء على الأسئلة اللي هم بعتوها على صفحة البرنامج في حلقة سيادة المستشار القانوني عماد محمد نجيب، وإن شاء الله هيرد على استفساراتكم على قد ما نقدر النهاردة بإذن الله لحد وقتنا بأمر الله. أولا أرحب بضيف حلقتنا النهاردة، أهلا بك أستاذ عماد. اهلا وسهلا بك استاذه مها، واهلا بكل الساده المشاهدين. استاذ عماد، في الحقيقه حلقتنا المره اللي فاتت الحمد لله بفضل ربنا نسبه مشاهدتها كانت عاليه جدا، وناس كتير من جماهيرنا قناه الصحه والجمال ومتابعين كلمه في وصفه بعتوا لنا شويه استفسارات حابين نستفسر عنهم، وده هنخليه في جزء من حلقتنا زي ما قلت لحضرتك. في البدايه عايزه بس اعرف من حضرتك، متى يجوز القبض على المتهم ومتى يجوز تفتيشه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التفتيش، كل الحالات التي يجوز فيها القبض يجوز فيها التفتيش، ده مبدئيا كل الحالات التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز فيها تفتيشه. طيب إيه هي الحالات التي يجوز فيها القبض؟ لا يجوز القبض على أي متهم إلا إذا توافرت إحدى الحالتين التالتين. أول حاجة إذن نيابة عامة، ثاني حاجة توافر حالة من حالات التلبس الذي نصت عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. إذا لا يجوز القبض على أي إنسان إلا إذا توفرت الحالتين الأولى، إذن النيابة، ثاني حالة التلبس. دول الحالتين اللي يجوز فيهم القبض على الإنسان. تمام. طيب إمتى أو إيه معنى التلبس؟ معنى التلبس، التلبس نصت على معناه المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، فذكرت أن التلبس هو مشاهدة مأمور الضبط القضائي للجريمة أثناء وقوعها. مأمور الضبط القضائي شاف بنفسه الجريمة أثناء وقوعها، دي أول حالة. الحالة الثانية مشاهدة مأمور الضبط القضائي للجريمة بعد وقوعها ببرهة بسيطة، برهة بسيطة جدا، يعني أول ما تحصل الجريمة بيشاهدها مأمور الضبط القضائي. الحالة الثالثة هي تتبع المجني عليه بعد الجاني، اسف، تتبع المتهم بعد وقوع الجريمه. بمعنى النقطه دي محتاجه شرح بسيط. على سبيل المثال شخص سرق اخر فشاهده احد الناس فتتبعه بالصياح او الهرول اليه مسرعا فتم القبض عليه، هنا الحاله يعتبر حاله من حالات التلبس. الحاله الرابعه هي ان يشاهد على المتهم اثر من اثار الجريمه، الحاله الخامسه هي أن يشاهد المتهم ممسكا ببعض أدوات الجريمة. هم دول الحالات التي يجوز فيهم، الذي إذا شوهدوا توفرت حالة من حالات التلبس. إذا شوهدت حالة من هذه الحالات الخمس، إذا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم. تمام. طيب يعني إذا توافر أي حالة من الحالات التلبس يكون القبض والتلبس صحيح؟ لا، هو القبض صحيح، ولكن ما نقدرش نقول التلبس صحيح. ليه؟ لان عشان التلبس يكون صحيح لازم يتوافر بعض الشروط، لان في شروط لصحه التلبس، وفي شروط لصحه التلبس. على سبيل المثال عشان يتضح المقال اذا تم القبض على المتهم قبل وقوع حاله التلبس يكون التلبس باطل. يعني اذا جاء مامور الضبط القضائي قبض على متهم واثناء القبض تبين لمأمور الضبط القضائي أن المتهم يحمل بعض المواد المخدرة، على سبيل المثال يحمل بعض المواد المخدرة، هنا يعتبر القبض باطل والتلبس باطل، رغم وجود بعض المواد المخدرة بس القبض أصلا في الأصل باطل، لأن القبض تم قبل حالة التلبس. اكتشاف حالة التلبس تمت قبل القبض، هذه الحالة. ثاني حالة أن تكون رؤية مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس جاءت بناء على أمر مشروع أو فعل مشروع. على سبيل المثال استوقف مأمور الضبط القضائي احد المارة وسألوا على الهوية، سألوا عن بطاقته الشخصية، فأثناء ما بيستخرج الشخص البطاقة من جيبه سقطت منه لفافة. لو اللفافة دي التقطها مأمور الضبط القضائي وفتحها وجد فيها مخدرات، يعتبر القبض باطل ولا يجوز لمأمور الضبط رغم ان وجود فيها مخدرات. ازاي ده هو ماسكها معايا اهو؟ لا يجوز القبض باطل. ليه؟ لاني تدخل في حريه الشخص، لا يجوز لي ايه ان هو يقبض عليه رغم ان وجود فيها، ولكن يعتبر التلبس باطل لاني تدخلت اراده مأمور الضبط القضائي في كشف حاله التلبس. ولكن لو اثناء استخراج الشخص البطاقه الشخصيه من جيبي فسقطت اللفافه، فسقط منها ايضا
فسقط منها ايضا المواد المخدره، اذا هنا يجوز القبض على المتهم، يجوز القبض على المتهم، بات القبض هنا صحيح والتلبس صحيح لمشاهده مامور الضبط القضائي الحاله دون اي تدخل منه. اذا هنا الفيصل تدخل مامور الضبط، مواضيع مامور حساسه جدا، امور محتاجه ميزان دقيق. موضوع يعني على سبيل المثال اخر ايضا، لو شخص ماشي ومعاه كيس والقى الكيس في الحاله دي وشافه مامور الضبط القضائي وفتح الكيس وجد ببعض المواد المخدره، هنا يجوز مامور الضبط القضائي. طيب لو ليه هنا يجوز؟ لان هنا القى حاجه اسمها تخلي ارادي، تخلي ارادي، تخلى المتهم عما بحوزته بارادته، باراده تخلى عما بحوزته، هو الان ان هو بيعمل حاجه غلط فهو اللي سابها. تخلى عنها، لا هو خلاص سابها. اما لو مامور الضبط ارغم المتهم على فتح شيء او اخذ منه الشيء عنوه وفتحه، بات القبض ايضا خطا، بدا القبض خطا والتلبس ايضا خطا ولا يجوز القبض. اذا هنا فرق بين القبض التخلي الارادي والتخلي الغير ارادي. نفس الحاله لو تدخل مامور الضبط القضائي اذا يكون القبض التلبس باطل، لازم تحدث حاله التلبس دون اي تدخل من مامور الضبط القضائي. اذا تدخل مامور الضبط القضائي حتى لو تدخل، في برضه حالات ثانيه مثلا تدخل بالاكراه، اكره المتهم على ارتكاب جريمه، اذا برضه التلبس باطل. فكل الحالات دي يعتبر فيها التلبس باطل، دي شروط لصحه التلبس. اذا مش شرط ان يشاهد مامور الضبط القضائي الجريمه وقعت، ولكن لازم تكون الجريمه واقعه دون اي تدخل من ايه؟ من مامور الضبط القضائي. ملابسات لازم كده. ما هي دي هنا الامور القضائيه مثلا بعد ساعات فعلا يكون الشخص حائز للمواد المخدره وحائز للامور المجرمه قانونا، ولكن خطا في اجراء يبطل القضيه. طيب نيجي بقى لحته بمناسبه يعني ان في ملابسات صغيره كتير منا ما يعرفهاش الا المتخصصين زي حضرتك. لو حد لو احد الاشخاص ماشي في الشارع مثلا ولقى احد الاشخاص يرتكب جريمه جنائيه تمام، او بعض الجرائم، ازاي يتصرف تصرف قانوني؟ التصرف القانوني هنا يجوز، هو يجوز ان هو يبلغ السلطه، يجوز ان القبض عليه ايضا، مش يبلغ فقط، لا يجوز القبض عليه ويسلمه اقرب مركز شرطه او قسم شرطه. ده نصت عليه الماده 37 من قانون الاجراءات الجنائيه، قالت ان اي شخص يشاهد شخص متلبس بجريمه يجوز له القبض عليه وتسليمه لاقرب احد يعني من رجال السلطه العامه، تصريح ليه، بس بشرط ان تكون الجريمه المتلبس بها من الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي. طبعا احنا الحلقه اللي فاتت تكلمنا عن جرائم الحبس الاحتياطي بالتفصيل، فاي لا بشرط يكون الجريمه من الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي فعادي. طيب معلش برضو يا استاذ عماد، يعني انا دلوقتي ماشي في الشارع زي ما قلت لحضرتك كده ولقيت حد بيعمل جريمه تمام، في حاله ان انا تدخلت ممكن اخد من الحب جانب وانت طبعًا عارف طبعا طب امتى اتلاشى كل ده؟ ما هو لازم التدخل هيؤتي بضرر اكبر، لازم التدخل ما يكونش هيؤتي بضرر اكبر. فلو كان لو كان الشخص ده شايف جريمه امامك او كذا، وتدخل اي شخص ممكن يولد جريمه اخرى، يعني تدخل الشخص ممكن يولد جريمه ثانيه، فهو الاصلح ليه ان هو يبلغ الشرطه، يبلغ النجا. اما تدخله هو ان هو يقبض على المتهم، فدي محتاج الشخص يكون عنده ايه قوه ان هو يستطيع ان يقبض على المتهم ويسلمه للمامور الضبط القضائي او يسلم، محتاج الشخص يكون عنده استطاعه على فعل هذا الامر، محتاج الشخص يكون عنده استطاعه. وعايز اوضح على امر معين ايضا، في بعض الامور استثناها المشرع من التلبس، يعني بمعنى ان ممكن تشوف الجريمه يشوفها مامور الضبط القضائي، الجريمه بتقع امامه لكن لا يستطيع، وشروط التلبس متوفره والتلبس متوفر وشوفوا الجريمه واقع ولكن لا يستطيع. هذه الجرائم نصت عليها الماده 9 استثناء من التلبس. الجرائم دي اللي هي جرائم التي يتوقف على تحريكها شكوى من المجني عليه، يجب ان عشان تحرك لازم يقدم شكوى، فحتى لو شاهد الضابط او مامور الضبط القضائي لا يجوز للقبض عليه. دي الجريمه على سبيل المثال مثلا جرائم الامتناع عن تسليم طفل لحاضنته، او جرائم الزنا ما بين الزوجين، او جرائم السرقه ما بين الاصول والفروع، كثير يعني، في جرائم كثير نصت عليها الماده 9. طيب بما ان حضرتك دخلتنا في موضوع تاني، فانا برضو في قلنا هناخد جزء من الحلقه نرد على استفسارات اللي وصلتنا. في استفسار وصل يا استاذ عماد بيقول لك في شخص بيهددني، هل اعمل له ليه محضر عدم تعرض؟ يعني ايه محضر عدم تعرض وايه فائدته؟ محضر عدم التعرض فيه لغط كتير ولبس كتير، في ناس مش برضو مش 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 مدركه الامر ايه معنى محضر عدم التعرض وايه فائده اصلا محضر عدم التعرض. محضر عدم التعرض
هو مش بيمنع الشخص انه يتعرض. ليه؟ لان الشخص لو عايز يتعرض هيتعرض، يعني الشرطه مش بتعين حارس بمجرد ما يتم المحضر، بتعين حارس على الشخص، ولكن الهدف من المحضر عدم التعرض هو توافر الظرف المشدد. ازاي؟ لما بعمل محضر عدم تعرض لشخص كده، انا بثبت ان في سبق اصرار وترصد، حتى لو وقعت جريمه اخرى فالعقاب بيتضاعف. يعني الماده مثلا، على سبيل المثال الماده 440 و42 و41 و42 مثلا، في الماده 40 نص القانون على ان العقوبه شخص تعدى على شخص واحدث به عاهه مستديمه بيعاقب من 3 سنين لـ5 سنوات، ولكن اذا كان هناك سبق اصرار وترصد بتضاعف العقوبه، فيبقى هنا العقوبه تضاعفت، كذلك الماده 40 وكذلك، عشان هو مشتكي او عشان كده مشتكي. فاحنا بمحضر عدم التعرض بنثبت ان هناك في سبق اصرار وترصد، فاذا تعدى مره اخرى بيستحق الجاني هنا عقوبه مضاعفه، يستحق عقوبة مضاعفة. ده الغرض من محضر عدم التعرض. طيب ايه الفرق ما بين الخلع والطلاق؟ الطلاق بتستحق فيه الزوجة كامل حقوقها، كامل حقوقها، تمام، اللي هي نفقة المتعة 24 شهر من النفقة المقررة، نفقة العدة 3 أشهر، وإذا إضافة إلى مؤخر الصداق المثبت في قسيمة الزواج، إذا عندي 27 شهر بمجرد ما يتم الطلاق يستحق للزوجة. طيب الخلع، الخلع بتتنازل الزوجة عن 3 حقوق، المتعة والعدة والنفقة، إذا هي بتخلع زوجة فمقابل ذلك بتتنازل عن الحقوق دي، اللي هي حقوقها هي مش حقوق أولادها. لا، الأولاد ما لهمش أي دخل، الأولاد بياخدوا كامل نفقتهم، ولو هي خلع خلع او طلاق بتاخدوا كامل نفقتهم. ولنفترض ان هي مثلا، اصل في حالات زي كده شبيهه كتير، زوجها اجبرها ان هي تتنازل، عندها قانون ان هي لو تنازلت عن حق اولادها ده قانوني. هو في فرق بين الاجبار على التنازل وبين الخلع. الخلع لا، الخلع ملهوش ان هو ايه، ملهاش حقوق الثلاث، المتعه والعده ومؤخر الصداق. اما الطلاق بتاخد، اما الاجبار ده وضع ثاني، ان هو يجبرها على ده امر ثاني خالص، موضوع بعيد خالص عن الخلع، ان هو يكون الزوج يجبر زوجته على التنازل، لا ده امر ثاني خالص، موضوع بعيد جدا عن الخلع وعن الطلاق. لو انا رفعت، لو يعني لا قدر الله، يعني لو واحده رفعت قضيه خلع تتنازل عن كل حاجه، كل حاجه، كل حاجه طبعا، كل شيء اللي هم الثلاثه، المتعة، لأن ممكن بعض المشاهدين يتخيل من كل شيء اللي هو نفقة الأولاد مثلا، نفقة الأولاد بره الموضوع، تمام، فلا نفقة الأولاد بيستحق في جميع الأحوال، نفقة الأولاد، نفقة التعليم بجميع، نفقة مدارس، تعليم، غطاء، مسكن، ملبس، كله ده بيستحق، لا يتأثر نفقة الأبناء سواء كان خلع أو طلاق، نفقة الأبناء واجبة على الأب في جميع الأحوال سواء كان الطلاق خلعا أو طلاق طلاق عادي. طيب في سؤال تاني وصلنا يا استاذ عماد، بيقول لك هل ينفع اشتري قطعه ارض بتوكيل عام، يعني البائع بيشتري بتوكيل عام من حد؟ السؤال ده مهم جدا، مهم جدا. في كثير جدا 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 من الناس تتخيل ان التوكيل العام يبيح البيع، التوكيل العام هو عمله توكيل عام في كل شيء، يبيح له الارض، يبيع عقار، طبعا المفهومه دي خطأ جدا جدا. ليه؟ المادة 701 والمادة 702 من القانون المدني، 701 ذكرت أن التوكيل العام الذي فيه عبارات عامة لا يتم استخدامه إلا في حق التصرف، الأمور المتعلقة بحق التصرف في الإدارة، معنى آسف في الإدارة مش التصرف، لأن البيع من التصرف، في الإدارة، في حق الإدارة. إذا التوكيل العام يجوز للشخص أن يدير فقط به، يدير فقط ولا يبيع، تمام، البيع متعلق بحق البيع، يعتبر نوع من انواع التصرف التي لا يجوز ابرامه الا بموجب توكيل خاص، بموجب توكيل خاص. طبعا العباره دي نصت عليها الماده 701، تمام، فاذا 702 اسف 702 فاذا البيع يعتبر لازم يتم بتوكيل خاص وموضح الحدود والمعالم، يعني النهارده حبيع مثلا عماره، تمام، على سبيل المثال لازم اذكر في التوكيل العام ان العماره حدها الشمالي وحدها الشرقي، اذكر جميع مواصفاتها. لو عملت توكيل خاص عام في البيع بات الامر البيع باطل، بات البيع باطل، لازم توكيل خاص. التوكيل العام لا يبيح البيع، التوكيل العام لا يبيح البيع، يبيع فقط حق الاداره. وده الموضوع ده كثير من الناس متخيل ان التوكيل العام بمجرد ما اعمل توكيل عام اذا انا يحق لي التصرف في جميع ما املك، في جميع ما يملك الشخص اللي عمل لي التوكيل. طبعا ده فكر خاطئ، فكر خاطئ. التوكيل العام فقط يبيح الحق في الاداره فقط، وليس الحق في التصرف في العقار او اي تصرف. تمام.
طيب سؤال وصلني قبل دخولي بما فيش دقايق، تمام؟ هو سؤال بخصوص طبعا المشكله اللي عايشينها كتير من الناس دلوقتي، قانون الايجارات القديمه. دلوقتي في سؤال وصلني بيقول شخص عمل عقدين ايجار قديم، عمل واحد في الاول في حاله تسليمه لشقته، تمام، وكان سليم ومفيش اي مشكله. جه صاحب البيت بعد كده لزمه او قال له لازم نعمل عقد جديد عشان يقدمه للضرايب، عشان خاطر ما كانش بيعمل ضرايب للعماره، تمام. وبعد كده رجع دلوقتي عايز ياخد العقد اللي هو كتبه له عشان فرق السنوات. هو بيقول ان ده فرق السنوات، عشان بس يعني انا هطلع مثلا من السنه دي، لا هيطلع بعد لا هو وفق الايجار، العقد القديم وفق الايجار القديم ولا الجديد؟ يعني العقد القديم اللي هو قانون 96 59 59 سنه، ماشي، تمام. فهو بيتكلم في حته ان هو لما جه قال له انا هعمل عقد جديد عشان خاطر الضرايب والايجارات والكلام ده كله، المهم عمل له العقد صاحب الشقه ده، وبعد كده دلوقتي بيكلمه ان هو عايز العقد اللي هو كتبه له الاخر عقد ده الجديد ويخلي معاه القديم. فالمفروض دلوقتي هو بيسال انا يعني هو يخلي انهي عقد معاه، انه المظبوط قانونيا المظبوط في الضرائب ولا القديم؟ هو اللي هو العقد اللي يحق يتمسك بصوريه العقد الثاني، يعني هو مثلا لو مضرور من العقد الجديد اللي عمله يحق ان يتمسك بصوريته، لعقد ان يتمسك بصوريته، والاصل ان هو العقد بيثبت تاريخه في الشهر العقاري، هو ده العقد اللي هو يعتبر ايه ده الرسمي بمعنى صح، العقد اللي مثبت التاريخ في الشهر العقاري. فالشخص اللي هو المستاجر يحق لي ان يتمسك بالعقد القديم الذي فيه شروط اصلح لي ويطعن بالسوريه في العقد الجديد، يطعن بالسوريه في العقد الجديد، فهو ليه اصلح. لكن ما فيهوش خطوره ان هو لا مثلا لا لا ممكن يكون لا في لا والعقد القديم هو يجوز هو ياخد العقد منه من صاحب المستاجر، المشكله العقد القديم ما يبطلش العقد الاولاني؟ لا ما يبطلوش، لا ما يبطلوش طبعا، ما يبطلوش. طيب هنرجع لحته لو مثلا اللي هي الجزئيه الخاصه بالجرائم اللي في الشارع، زي ما قلنا في ناس كتير يعني دلوقتي الزمن ما بقاش فيه امان يا استاذ عماد، ربنا ما يقدر اي حاجه. لو حصل قدامنا الجريمه، تمام، وحصل بالفعل ان انا رحت وقدمت المجني والمجني عليه والكلام ده كله وتدخلت في الموضوع، ولو جت رجلي في الموضوع اعمل ايه؟ لا ما ده اصلي ما هو كلمه جات رجلي دي ليها تفصيل كبير، يعني انا عشان باي طريقه يعني انت جات اصل في ناس كتير يا استاذ عماد لا هو بتشوف ده وخايفه ان انت طبعا تتصرف. في ناس كتير، عشان كده بقول لك اهم شيء ان هو علشان يطبق الماده 37 ما يكونش هيولد الضرر اكبر، لانه ممكن يكون الشخص اللي المتهم يكون اصلا مسجل، ممكن يكون مسجل خطر، ممكن يكون مجرم عتيد الاجرام، تمام. فانا يوم ما اتدخل مثلا او شخص بسيط او واحده ست مثلا تتدخل هيولد جريمه اكثر، تدخلها هيولد جريمه ممكن يقتلها، ممكن الشخص ده يقتلها او يقتله. فلذلك لازم يكون الشخص لازم يكون الشخص قادر على الامساك بالمتهم. ما ينفعش انا اكون مثلا اشوفه مثلا خمسه سته مجموعه من المجرمين واحاول ان اسلمهم، صعبه، انت كده بتعرض نفسك للتهلكه وللخطر. فلذلك لا لازم الشخص يكون قادر. وفي نقطه انا برضو عايز المح لها برضو بالنسبه للتفتيش، انا ما ذكرتهاش نسيتها، ان هو التفتيش هنا لازم تفتيش الانثى، بالنسبه للانثى هنا القانون اشترط ان التفتيش لازم يكون بانثى في معرفه انثى، ما ينفعش التفتيش يعني انا لو ماشي في الشارع ومعايا مثلا عربيه وجي امين مثلا عايز يفتش العربيه ويفتشني، لا التفتيش الذاتي، تفتيش الملابس لازم تكون بمعرفه انثى، اما السياره ما تعتبرش شيء ذاتي، لازم يكون لازم تكون بمعرفه الملمس يعني لازم تكون بمعرفه انثى، ما ينفعش التفتيش الانثى الا لا يجوز تفتيش الانثى الا بانثى. فدي نقطه حبيت ان انا المح. وفي امر ثاني بالنسبه برضو للسؤال بتاع الاخت بتاع الطلاق والزواج، ناس كثيره بتتخيل ان الخلع ايضا قائمه المنقولات بتتنازل عنها، قائمه المنقولات في جميع الاحوال في جميع الاحوال خارج خارج اطار التعامل في الخلع، يعني سواء خلع سواء طلاق ممكن الزوجه طبعا تكون اصلا ما فيش اي مشاكل، ويجوز لها يجوز ان الزوجه تكون ما فيش اي مشاكل وترفع الخلع ترفع قائمه المنقولات على زوجها، يعني ممكن تكون عايشه مع زوجها وترفع قائمه المنقولات على زوجها. فهو بعض الناس متخيله ان انا لو خلعت لو عملت خلع
حتنازل عن قائمة المنقولات. لا، قائمة المنقولات بعيد كل البعد عن عن الـ عن الـ عن التنازل، لأن أصلا الخلع بيتم في محكمة الأسرة وقائمة المنقولات بمحكمة الجنح، فبعيدة كل البعد. إذا التنازل ما بيكون بيكون على الثلاث حقوق فقط، المتعة والعدة ومؤخر الصداق. القائمة بعيد كل البعد عن عن التعامل فيها أو التنازل عنها، بعيد كل البعد. طيب أستاذ عماد، إيه الفرق ما بين قضية إن أنا أرفع خلع لا قدر الله يعني، والفرق ما بين الطلاق للضرر؟ الطلاق للضرر، الخلع الطلاق للضرر، اول حاجه في بعض الناس الطلاق للضرر لو المحكمه حكمت بها، لو المحكمه حكمت بالطلاق للضرر بتاخذ كل حقوقها كان الزوج طلقها، لو المحكمه بس يجب ان يتوفر الضرر، يجب ان يتوفر الضرر. فلو المحكمه حكمت رات ان الشخص ده بيضر الزوجه في تعاملاته مسيء ليها او كذا وحكمت بالطلاق بتستحق جميع حقوقها، المتعه والمؤخر وكل شيء. اما الخلع لا، الخلع بتتنازل عن كل حقوق، ولكن في بعض النساء بتفضل الخلع لان اسرع. الخلع خلاص كم شهر وبتحكم، لكن الطلاق الضرر لا، بتطول شيء، بتاخذ سنين يعني. فعشان كده بعض كثير من النساء بتفضل الخلع عن الطلاق للضرر، الطلاق الضرر بيطول، فلذلك لا بتفضل بعض النساء اتنازل عن حقوقي الماديه مقابل ان يعني يتم التطليق. يعني حقوقها الماديه زي ايه غير اللي احنا قلنا عليه؟ اللي هو 24 شهر المتعه، 24 شهر من النفقه، 3 شهور العده، مؤخر الصداق المثبت في في قسمه الزواج. طبعا في بعض هنا بعض الحالات بتفاجئ ان مؤخر الصداق كبير جدا، فهنا بيتم التمسك بالطلاق للضرر، وبيكون نزاع شديد في محكمه الاسره ما بين الزوج والزوجه، لان الزوجه صعبه عليها ان ترفع خلع لان المؤخر المثبت في في قسمه الزواج كبير جدا، مش 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 عايزه تتنازل. وكذلك الزوج نفس النظام، لو حكمت ليها الزوجه اللي حكمت ليها المحكمه بالطلاق هيدفع المبلغ كبير جدا، فبيحاولوا في الطلاق للضرر بيكون في نزاع شديد جدا في المحاكم، بحيث ان الزوج عايز تاخذ المبلغ المثبت في قسمه الزواج والزوج مش عايز يدفع المبلغ، فبالتالي ده الفرق ما بينهم، ان الطلاق للضرر بتدفع بيدفع الزوج المبلغ كله، والخلع بتتنازل عن كامل الحقوق. تمام، نرجع للقانون الجنائي. ايه هو القانون الجنائي؟ لا، القانون الجنائي هو اللي هو اللي بينظم العلاقه. القانون الجنائي هو اللي بينظم العلاقه ما بين الفرد والمجتمع. اي القانون الجنائي بمعنى اصح عشان تكون اوضح، يعني بيشمل العقوبات، الاجراءات الجنائيه، كل ما يخص العلاقه، الجرائم بمعنى اصح، كل ما يشمل الجرائم ده اسمه جنائي. لان القوانين بتنقسم في قوانين شرعيه اللي هو يختص محكمه الاسره، المدني، الشرعي، الجنائي، ده تقسيمات القوانين. فالجنائي كل ما يخص محكمه الجنح والجنايات ده اسمه قانون الجنائي، هو اللي بتحكم فيهم محكمه الجنح والجنايات. طيب في حاله الحبس الاحتياطي، واحده بعتت سؤال بتقول انا يعني حكموا على ابني ان هو يتحبس احتياطي وهو عنده 16 سنه، هل ده صحيح او لا؟ عشان احنا اتكلمنا في النقطه دي، بس انا حابه اذكرها عشان هي اكيد الحبس نعم بقول حابه بس اذكرها عشان هي بتتابعنا عشان ما تسالش. الحبس الاحتياطي اقل من 15 سنه لا يجوز حبسه احتياطيا، اقل من 15 سنه لا يجوز حبسه احتياطيا، ولكن اكثر ال 16 سنه يجوز حبسه احتياطيا، يجوز حبسه، ولكن لو اقل من 15 سنه لا يجوز حبسه احتياطيا، ولكن لا يجوز للسلطه العامه ان تامر بوضعه في احد دور الرعايه. اذا 16 سنه يجوز حبسه احتياطيا. حاولت على قد ما اقدر ان انا اخد من حضرتك على قد ما اقدر، لاني اسئله كتير جدا والله يا استاذ عماد. ان شاء الله يكون لينا شرف لقاء حضرتك تاني، وتشرفنا باذن الله، شرفتنا النهارده، واتمنى يعني نكون اهلا وسهلا. للاسف اعزائي المشاهدين حلقتنا خلصت النهارده، وان شاء الله بامر الله انتظرونا يوم السبت القادم حلقه جديده وضيف جديد باذن الله، والى اللقاء.